انا من مواليد هنا تزاديت هنا وكبرت هنا وقريت هنا، والاب ديالي قرا هنا في مدرسه نفس المدرسه الابتدائيه اللي قريت فيها انايا، واليوم كنتفاجئ بالفراغ جاك. اصلا دارنا عباره عن براكه، عباره عن اجوره وجعواد وقسطير. شناهي هذه؟ كيقول لك لا ما بقاش صافي افراغ افراغ امشي. وحنا اصلا حنا مشردين وحنا في ديورنا، كتمشي الشتا كتصب عليك كتهبط عليك القطره، كتمشي في الطريق عامر كلك الشتا وعامر كلك غاز باش توصل. وباش كيسالوا معايا كيقول لك حنا بغينا البلاد ديالنا تزيد القدام. كيفاش بغيتي البلاد ديالنا تزيد القدام وانتوما كتخرجونا حنا في الشتا وفي البرد؟ ما كاين حتى شي دوله اسلاميه او شي دوله اوروبيه او خارجيه كتخرج تلاميذ ديال اطفال بصفه عامه مواطنين ديالنا فوقيت الشتا وفوقيت البرد. اصلا حنا متشردين وكتزيدوا كتشردونا وكتقولوا بغيتوا البلاد ديالنا تزيد القدام. غتزيد القدام باش غتنميوها غتزاروا شي حاجه زوينه، ولكن شو ما كتقولي لنا خرجوا. ملي غنخرج انا شنو غندير؟ انا كيكون عندي ليكزام سيمانه وانا ما مركزاش في الامتحانات ديالي في ليكزام اللي عندي، كنمشي غير يعني غير جالسه حاضره في القسم وحاضره في شحال من حاجه، وكتشتي فينا هو العقل ديالي والتركيز ديالي كله ما كاينش. كل انا كنهضر مع شي واحد نشد لك التشويش ديالك ما كاينش، كل العقل ديالك مع داركم. شنو غدير انت؟ غتخرج انت غتمشي للزنقه. انا عباره عن كاريير الواسطي. شنو داروا؟ بقاو كيدوروا في الزناقه لحد الان مازالين في الزناقه. بغيتونا نكونوا بحالهم؟ حنا ماشي ضد المشروع الجديد، مرحبا شكون معنا مشروع جديد وبغينا بلادنا زناشه تزيد القدام، وكما كيقولوا بغا زناشه كاينه القدام. مرحبا، ولكن ماشي تجريو على الناس ديالها القدام. كاين اللي زيد هنا وكبر هنا ومحول من كارين من دوار حجر الاول لحد الان، وكيقول لك حنا بغينا كارير يحيد. يحيد فين؟ عطيشونا شي واسطه انكم غتحولونا، عطيشونا شي حاجه باش غنتحولوا، عطيشونا شي واسطه ان هادشي شي ورقه او شي حاجه كدل او شي حاجه كدل لنا انكم شو شي حاجه مدلله ان حنا غادي نتحولوا، عندنا شي وثيقه مدلله ان حنا غنتحولوا. ما عطينا والو، كيقول لك عطيناكم استفاده. شنو هي الاستفاده؟ ورقه مكشوف فيها مستفيد، فين الاستفاده؟ واش عيين شنو شي مكان معين اننا حنا غنتحولوا ليه وقلنا لكم لا؟ واش عطيتونا شي بلاصه مجهزه وقلتوا لنا سيروا لها وقلنا لكم لا؟ ما عطيتوناش، ما كاينش. ولكن كوصل ميساج لشركه العزاز ان هادشي اللي غادي هادشي الكامل اللي غادي فيه كما كيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. عمر بلادنا غزيد القدام الا بقى يشوف حركه.